السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، حضرت طلق رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی. وہ مقدس کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش، وأنت رب العرش الكريم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. صدق الله العظيم.